ترفعات حتى الغدا مع الجوج، نهار غدا الخميس مع جوج العشية غادي نجيو نبداو في المناقشة. غدا نشوف واش غادي يوقع. الأستاذ زيان مشى يرتاح، لأن من الجوج وهما وهو جالس والجوج وهو في المناقشات زعما 5 و6 السوايع بركة، الواحد عرفتي كيتعب، حتى حنا تعبنا، كلشي عيا، كلشي باغي يمشي يرتاح. المخ ديال بنادم كاين واحد عنده واحد الحد. سيد علي كيفاش كانت المحاكمة أنت؟ نعم؟ كيفاش كانت المحاكمة؟ إوا المحاكمة في هاد الساعة هادي كانت غير إثارة الدفوع الشكلية، الأمور عامة دازت في الأول بهدوء، تما كان واحد شوية ديال النقاش الحار ما بين المحامين ديال الوزارة الداخلية وحنا. وعامة بون كان نقاش ومازال ما طرات شي حاجة. كانوا دفع مهمين. ترنا بطلان المسطرة، لأن بحال مثلا في القضية ديال الداوليز، الوكيل العام كيحل المسطرة على الشرطة على أساس أنه يبحث في الفيديو ديال الداوليز، كنتفاجئوا بأنهم مشاو كيقلبوا في الحسابات ديال النقيب زيان وكينتقلوا للناظور وكيمشيو للجديدة وبداو كيقلبوا في تهريب الشخص، في حين التعليمات النيابة العامة عمرها ما طلبت منهم يبحثوا في ذاك الشيء. شو تكتب حاجة في ذاك الشيء؟ التعليمات واضحة، الشكايات وصلوا بها، شكاية جات من الديوان الملكي لرئاسة النيابة العامة الى النيابه العامه في محكمه الاستئناف ديال الرباط، كيقولوا لهم هذه الشكايه ديال الضابطه وهبه بحثوا فيها بخصوص الفيديو ديال الداوليز. اش داك تمشي للناظور ولا تمشي للقرسيف ولا ما عرفت فين غادي كتبحث، تحط شي امور بالتليفونات وداك الشيء، شوف الناس شكون اللي صور وعلاش. هما لا، هما مشاو كي الشخص اللي نشر الفيديو قال لك هو سريه المصدر، مشاو كيحميوه هو الاول. لا، التعليمات ديال النيابه العامه كتقول لكم شوفوا لنا الواقعه ديال الفيديو شنو فيها، ما بغاوش يديروها. واحد اللي تداول جميع الملفات بما فيهم الملف الشكايه ديال السيد وزير الداخليه والمحاضر ديالو اللي طعنا فيها وطعنا بعدا في صفته، لان ما عندوش الصفه القانون التنظيمي المنظم لاشغال الحكومه في الماده 5 ما كيسمحش الوزير الداخليه يتقدم شكايه ولا يلزم الدوله امام القضاء، اللي عنده هذه الصفه هو رئيس الحكومه. عندي شكايه ديال وزير الداخليه ما عندوش الحق بتاتا. وهادشي كيمس ب بشرط المحاكمه العادله، هذا الفصل الاول الماده الاولى ديال قانون المسطره الجنائيه كتقول لك بان المتهم عنده بريء الى ان تثبت ادانته في إطار محاكمة عادلة. وأنت المشتكي وزير الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني تابعة لك، والمحامين ديال وزارة الداخلية كيقول لك بأن الموظف اللي حس براسو تمس ومشى عند وزير الداخلية قال له دير شكاية بزيان هو المدير العام ديال الأمن الوطني، وأنت كتشكي وأنت كتبحث، وفين هي المحاكمة العادلة؟ فين كاين التوازن بيناتهم؟ وزارة الداخلية عندها امتياز، المدير العام ديال الأمن الوطني عنده امتياز، هو كيشكي هو كيبحث. لا، كان الأجدر أن تمشي للدرك الملكي، حتى هما عندهم فرقة وطنية كانوا يبحثوا بصفة موضوعية بحال اللي وقع في الملف ديال الكوميسار ثابت. زعما بسيطكم الحمد لله في هاد الساعة راه مزيان، راه عيان شوية، راه مشي يرتاح، وغدا نشوفو نتمناو له أن غدا يصبح بخير. نفسيته مزيانة، المعنويات ديالو طالعين الحمد لله. متكلموش على الملف ديال لا والو، هذاك ما تجبد، مازال ما وصلش. لا ما تجبدش في الناحيه الشكليه، تناول هذاك بحال اللي قلت لكم، هذاك ارنب السباق ما لا يهم. هذوك الصور والفيديوهات اللي كانت تتهموا به، واش كانوا في المحكمه؟ انا كنت لكم كنعاودها، ما عندهم حتى شي حجه، والدليل هي انهم نهار الاثنين داروا واحد ندوه صحفيه، راشتوا واحد 10 ديال الناس، واحد حدا الاخر مدح حسين في واحد البويت متحدين باش انهم يحطموا النقيب زيان، 10 بهم جايين يديروا ندوه صحفيه باش نحطموا واحد الشخص. يعني ما كاين لا صور لا فيديوهات. وفاش انتم كصحفيين سولتوا عطينا الحجج، ما قدرتش تعطيكم الحجج لا هي المحامي ديالها، وكتقول لك وكيقول لي انايا المرافعات ديال التروطوار، اولا المرافعات ديال التروطوار حتى تكون قد بها عاد اجي ديرها.
الثانية القضاء وكنقولها للحقوقيين والسيد نائب حزب نائب البرلماني حزب الاستقلال السابق اللي كان كيتزعم ديك المناظرة المحاكمة العادلة والمحاكمة العادلة كترتكز بعدا على العلنية. راه في الولايات المتحدة كاينين المحاكمة كتثبت في الشاشة في التلفازة، كاين تلفازة مختصة كتكون جالس كدير التيليكوموند وكتبرك وانت جالس في دارك كتاكل بيزا وكتفرج في المحكمة شنو واقع فيها. العلنية شيء طبيعي. ما جي انا واحد يقول لي واحد يخرج الحكم ندوي ولا سيدي، حنا بغينا نعرفوا شنو هما الحجاج العموم للشعب المواطنين يعرفوا كيفاش هذا الحكم خرج، ما يخرج هذيك يخرج ولا ما يخرج هذيك الثانوي، خصنا نعرفوا علاش من اساس خرج. خص نورمالمون العلنيه. دابا كيقول لك بحكم الكوفيد ما عندكمش نتوما الحق تحضروا، ولكن المحاكمه اذا كانت الباب ديال القاعه مسدوده ما كاينش العلنيه المحاكمه باطله. وهادشي اللي كندير انا هاد المرافعه يسموها ديال التروطوار، هذا راه امتداد ديال العلنيه من حق كلشي يعرف القضاء شنو فيه. حنا ما كان ماشي كنبيعوا في المخدرات، حنا راه حنا في محاكمه، حنا ما كنخبيو والو، حنا راه كنتحاكموا بالعلنيه. اللي جاي يدخل يشوف شنو كاين وياخذ فكره ديالته، هذا شيء طبيعي. كاين مارش شي بلاد في بلاد سكندنافيا كنظن القاضي كيكون جالس وكيكون حداه من كل جنب مواطن باش يراقبوا ويشوفوا اش كيدير. تقول لي لا ما كاين السريه والتحفظ كيكون في البحث وفي التحقيق. ما فاش وصلنا دابا للمحاكمه كتولي العلنيه، وهادشي اللي كندير مرتبط بالعلنيه، واللي كيشطح ما كيخبيش وجهه. لما انا ما نخبيو، لا ما كرهناش كاع الصفه تكون داخل معنا في القاعه. الزملاء ديالنا انا كنستدعى اليوم عند الشرطه. نعم النقيب كاين استدعاء ديالو البارح، اليوم عنده المحاكمه وهما مستدعينو الغد. البارح جايبين له استدعاء باش يمثل امامهم غدا، دونك غدا خصو مع 10 يكون عند البوليس ومع 12 يكون امام غرفه المشوره ومع الجوج يكون هنا. وبزاف عليه خصوصا باقي ما عرفناش والله، لا باقي ما عرفناش، ما كيقولوا لك والو، اجي نقولوا لك ما نشوفوش ما كاين. شكرا استدعاء.